ليلبورغ الى تحقيق الفوز الاول له على حساب وداد تيليمسان بقيادة مدربه الجديد محمد تبيب بعد ذهاب حسين زكريا. قال لك حنا وانا اون تير كونفيونس ان توا عاوننا اكسترا سون فينو سون ريفينو اي سون انيمي دو بون انتونسيون دونك جي ديفي. اهلي البرج او وداد تيليمسان الفريقان كانا يسعيان لتحقيق الاقلاع البسيكولوجي بعد الاخفاقات المتتالية خاصة من جانب وداد تيليمسان الذي يخوض المباراة الثالثة له خارج ميدانه بغياب مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين على غرار الهاشمي خريس طالب سلة وآخرون. الشوط الأول بدأته عناصر البرج بقوة حيث طوقوا منذ البداية منطقة الحار الزيتون، وأول كرة ضيعها بوجريد الذي لم يستغل الكرة جيدا مفوتا على فريقه فرصة من ذهب لفتح باب التهديف، ثم تسديد الثماني من خارج منطقة العملية والحارس الزيتوني في المكان المناسب لاستقبال الكرة. وداد تيليمسان يرد بمحاولتين متتاليتين، الأولى دفاع البرج يصد كرة شعيب داخل المنطقة ثم عمل جيد من طبال والحارس الكياد يتألق ببراعة ويبعد الكرة عن مرمى. وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق هجوم جماعي للبرج، توزيع من الجهة اليمنى من علي هواري وماني وليد يتمكن من وضع الكرة شباك زيتون، وفرحة كبيرة لدى ماني بتسجيله أول هدف له في بطولة هذا الموسم، هدف أعاد الحيوية والأمل إلى الأنصار بالمدرجة. الشوط الثاني كانت فيه السيطرة كلية لوداد تيليمسان وضيعت عناصره فرصا بالجملة. هنا عمل جيد من عادل طبال وتسديدة جانبية من داخل منطقة العملية، وفي الدقيقة 30 الحاكم بلحسن يشهر البطاقة الحمراء للاعب عبد النور لوسيف من أهلي البرج. واحتجاجات كبيرة للحاكم بلحسن بعد طرده للاعب لوسيف عبد النور الذي دخل كلاعب بديل في الشوط الثاني. النقص العددي زاد من معاناة دفاع أهلي البرج الذي تحمل عبء ما تبقى من الوقت. عادل طبال في وضعية جيدة والكرة سهلة للحارس كيان، ثم جليت مصطفى أحسن لاعب في المباراة لم يحالفه الحظ هنا بعد توزيعة من زكري محمد ورأسي جليط يصدها القائم مفوتا على الوداد فرصة ثمينة للعودة بتعادل كان يبدو مستحقا لو تحقق. لا نقول ما ضيعناش تعادل، ضيعنا الفوز، وكنا جايين بعقلية انه نديروا نتيجة ايجابية. اللاعبين نظن فرحان بهم الشيء اللي قدموه، مردود يعني الجماعي مشكورين على الشيء اللي قدموه لانه راهم يتحسنوا من اسبوع لاسبوع. ولكن كما قلت انت كرة القدم وتكلمت على واحد المصطلح هو الحظ، نظن انا اليوم ما كانش معنا الحظ لانه خلقنا فرص اكثر من فريق الخصم وفرص اللي كانت يعني بين التهديف. اعطي بصحة باسكو سيتي ماتش دوم سونتالي دو بوتومبو فيها نقائص كبيره في كل مرحله، يعني لازم ما نقولوش في اي فريق دوك اللي يصيروا له لي تيربيلونس هذو فيهم نقائص وفيهم دي با بوزيتيف، كاين اشياء ايجابيه ثاني مليحه بزاف. اكزومبل هذا لافا دو كاركتر كاينه سي تري امبورتون بور pour l'équipe de la Borge. Donc il nous fallait les trois points aujourd'hui. Ils ont livré une véritable bataille.